لكن الدراسات العالمية أكدت بين 60 ل 80% من مرضى كوفيد 19 تظهر لديهم تظاهرات فموية من خلال إصابتهم. كان في بعض الصفات المشتركة أو الأعراض المشتركة الشاملة لمعظم هؤلاء المرضى، أهم كان يشكون من جفاف الفم، من حرقة، فقدان حس التذوق، وبالإضافة لظهور بعض الآفات على اللسان وعلى الأغشية المخاطية عند شفت زاوية الفم، في يطلع عندي نوع من التقرحات هي مرافقة للإصابة بفيروس كوفيد 19. ويعزى جفاف الفم إلى عدة أسباب، منها مثلا وضع الماسك بشكل مستمر عم يحرم جوف الفم من الترطيب المستمر، بالإضافة إلى بعض الدراسات ذكرت أن هذا الفيروس يغزو الغدد اللعابية ويؤثر على طبيعة وكمية اللعاب المفرز. من خلال هذه الإصابة يسبب تخرب في بعض الأوعية الدموية، ما يسبب نقص أكسجة وظهور ما يسمى بالتقرحات أو الآفات على باطن الغشاء المخاطي وعلى اللسان. إهمال الأعراض وإهمال معالجتها عند المرضى قد تؤدي إلى تطور حالة من التهاب النسج الداعم المحيطة بالأسنان وتقلقل هذه الأسنان التي قد يؤدي إلى سقوطها. ما هي من ناحية، من ناحية تانية لوحظ حدوث تكسر أو تصدع عند بعض المرضى المصابين بكوفيد 19. هذا السبب الحقيقة عم يعزى لحادث حك الأسنان أو ما يسمى بالصرير الليلي يلي بيعانوا منه مرضى كوفيد 19، واللي أسبابه تعزى إلى الشدة النفسية اللي بيعيشها المريض. هلا معروف أنه العصب الوجهي على الزوج السابع من الأعصاب هو اللي بيعصب مسؤول عن منطقة الوجه، فتأثر هذا العصب القحفي بالإضافة لبقية العصب تأثرها بفيروس كورونا ينعكس سلبا على حالة المريض، فيشعر بألم، يشعر بخدر، يشعر بنمل بمناطق الوجه. مهنتنا العلاقة بتماس مباشر مع المريض، العلاقة بالإرزاز، وجب علينا الالتزام الصارم بموضوع ضبط الإنتان والعدوى ضمن العيادات من خلال اتخاذ احتياطات مشددة، بالإضافة للاهتمام بتعقيم الأدوات، اتخاذ كافة الاحتياطات للحد من انتشار العدوى من وإلى الطبيب. يجب أن لا تهمل الصحة الفموية خلال الإصابة عند مرضى الكورونا. الاهتمام الزائد بالتفريش واستخدام الخياط السنية واستخدام المضامط، وحين ظهور الأعراض معالجة هذه الأعراض مباشرة وقبل تفاقمها وقبل أن تظهر أعراض أكثر سوءاً.